عن عذاب القبر، بيقول أن هناك كثيرون ينكرون عذاب القبر، فالعذاب القبر لا، عذاب حقيقي القبر يعني. ثابت بالسنة النبوية وبمفهوم القرآن الكريم. نعم. القرآن السنة وردت طبعا الأحاديث واللي بيسأل فيها الإنسان في قبره من ما من ربك وما نبيك وما دينك إلى آخر هذا الأمر، والأحاديث التي فيه منع الزكاة بما يعني يرى وترك الصلاة وغيره، نصت في السنة متوافرة وكثيرة يعني. القرآن طبعا فحواه مفهوم الآيات بذلك، قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. طب يعني اللي قبل كده كان إيه؟ إذن اللي قبل كده كان اسمه القبر. نعم. البرزخ. أي. فهذا أمر إيه؟ لكن في ناس تقعد تشكك وتعمل خلاص لا لا. طب حضرتك علمتني دايما حاجة، قلت لي حلوة قوي يعني، بتقول لي إيه؟ هو صلاة العصر واحد يقول لك هو صلاة العصر بركعات ليه؟ هو صلاة الجمعة. طب هو احنا ممكن نتعامل مع عذاب القبر على انه كده برضه ما ينفعش نسال ولا نفكر فيه؟ لا، اذا ثبت ولا نقول ان في عذاب قبر هو ثابت في نقطه. ها، عذاب القبر غيب ولا شهود بنشوفه؟ غيب. لا طبعا غيب. الغيب مصدر معرفه الغيب الله سبحانه وتعالى، الوحي. نعم. يعني بيكلمنا يوم القيامه، طب انت متفق معايا ان في يوم قيامه؟ ايوه. خلاص، وان في عذاب يوم القيامه، سيبنا من القبر دلوقتي. ايوه. انت عرفت منين بالكلام ده؟ القرآن طبعا، السنة. خلاص، يبقى ده مصدر التشريع عندي. تمام. إذا شمعنا عندي عذاب القبر، مش عايز أقول لك لا أصل ما وراش في القرآن، مع أنت عايز تبقى القرآن يعني. أي. إلا لو أنت عندك نصوص وأدلة تقنع بأن ما فيش الكلام ده. تمام. إنما مسألة إن إحنا بالعقل والهوى، العقل ما حدش بينكر دوره ولا أهميته، لكن دائما الوحي يعلو العقل وليس العكس. نعم. الوحي دائما أعلى من العقل. نعم. لأن الوحي من رب العقل. صحيح. أما العقل فهو حتى يختلف فيه الناس. نعم. عقلي ولا عقلك؟ عقل المصري ولا القطري ولا التركي ولا الهندي ولا الأمريكي ولا الأوروبي؟ عقل مين؟ وبيننا في مصر، عقل الحضري ولا القبلي ولا الصعيدي ولا البحري؟ كبير ولا صغير؟ عقل المتعلم ولا اللي مش متعلم؟ الكبير ولا الصغير؟ المرأة ولا الرجل؟ أي. الشاهد، لو تركنا الأمر للعقول فالعقول متفاوتة. كانت دايما ست الله يرحمها تقول لي يعني ربنا يعني لما قسم الأرزاق ما حدش عجبه رزقه. ولما قسم العقول ما حدش عجبه إلا عقله. أيوه. دي حقيقة. صحيح. إني عند الأرزاق ما حدش بتبقى مبسوط. أيوه. نفسه اللي عندك يبقى عنده. إلا العقل. لو جبت واحد مجنون. وجبت له إينشتاين. يقول لك أنتوا جايبين لي إيه من راجل المجنون أبو شعر ده؟ أيوه. ده أنا أوزن بلد بأمثاله وأمثال اللي خلفوه. صح، لأن هو مش هيقول على نفسه إن هو مش عاقل. إلا العقل. أيوه. عند عقول الناس اللي ما بيفهمش، لك أنا أفهم واحد طبعا، أنا أحسن واحد. خلاص، فدي مسألة. طيب كيف نرضي هذا العقل؟ مش هينفع. إذن اللي يهيمن على كل هذه العقول من خلقها. صح. بإيه؟ بالوحي. بالوحي. فده نقطة حكاية الإيه؟ عذاب القبر.